علي عبد اللطيف ابو النجا، مسؤول مشروع التركيبات في الاحراز ضمن مبادره حياه كريمه. مشروع الغاز، مشروع الغاز الطبيعي وتوصيل المنازل. تعرفنا عن المشروع اللي موجود هنا في قريه الاحراز، عباره عن ايه وبيوصل لكام مسكن؟ بنوصل لقريه الاحراز كلها كعدد المنازل وحدات سكنيه، توصيل اللي هو البوتاجازات والتشغيل، شبكات، تركيبات، كل حاجه على مستوى القريه. على مستوى القريه. المشروع ده بقاله قد ايه بالظبط؟ حاليا بقى لنا 7 شهور. والمفروض ينتهي بعد قد ايه؟ يعني ان شاء الله خلال شهرين. كمان خلال شهرين الغاز هيتوصل الغاز توصل بالفعل للبيوت. البيوت اشتغلت لكل اهل القريه بنسبه 80-90%. 90%. اه طيب، المشروع دوت طبعا بيفيد ناس كتير جدا، هل في مشاريع مماثله في القرى الاخرى بجواركم انتوا بتنفذوها برضه؟ ان شاء الله في مدينه اها وفي قريه بلتان ديت بالفعل فيها. القريه هنا الاحراز ما كانش فيها غاز من زمان طبعا، كل الاستخدام العادي كان الانابيب. هل حاليا دلوقتي الناس يعني بتتمنى او هتفضل انها تشتغل على الغاز ده هيفيدها بشكل كبير؟ اكيد طبعا، لان الغاز مريح جدا عن الانابيب و راحة كبيرة بالنسبة للغاز والأنبوبة. يعني ده بيمثلهم برضه حياة كريمة. حياة كريمة طبعا. فيها برضه يعني استفادة كبيرة جدا، لأن يعني سعر الغاز أكيد طبعا أحسن. سعر الغاز. كفاية إن الغاز ما بيقطعش عليا في أي وقت. الاحتياطات اللي الناس تاخدها برضه بعد التركيب تاخدها كلهم. الناس تحرص، بلاش العبس إن يجيب سباك، هو محتاج أي حاجة في الغاز يتصل بخدمة عملاء أو يروح خدمة عملاء بترجع له على الفور أو الطوارئ لو حصل تسريب أو أي حاجة. هل بتفيد المواطن ولا لا؟ واكتر ناس بيستفادوا منها هم مين؟ هي رجعت للمواطن البسيط. حياه كريمه رجعت للمواطن البسيط اللي هي محدود الدخل زي ما بيقولوا. هو اكتر واحد مستفيد من الحياه كريمه. من حياه كريمه بالظبط.